الفيديو بتاع النهاردة مختلف تماماً عن كل الفيديوهات اللي قدمتها قبل كده. وجه الاختلاف بتاعه ان انا هحاول اخلط ما بين خبرتي المهنية في مجال الموارد البشرية، وجزء من الخبرة في الموارد البشرية هي التوظيف. النهاردة احنا هنتكلم عن مبادرة انا عاملها، مبادرة التوظيف، علشان نستفيد ونفيد من يبحث عن عمل في مجال النجارة، ونفيد المصانع في من يبحثون عن نجارين مهر بيشتغلوا في التخصصات اللي تفيد المصانع. تعالوا نبتدي الفيديو وهنتكلم بالتفصيل عن مبادرة التوظيف دي. يلا بينا. المبادرة دي بمنتهى البساطة لإفادة كل العاملين في مجال النجارة، سواء كانوا مخضرمين أو خريجين جدد من المدارس الصناعية أو المعاهد الفنية أو الكليات الهندسية أو المعاهد العليا اللي فيها تخصصات نجارة، أو حتى الهواة اللي عايزين يتحولوا إلى محترفين. إذا كنت فني CNC، تقطيع، تشكيل، تخريم، لزق شريط يعني، أو خراطة أخشاب، أو CNC لتشكيل الأخشاب، أو إذا كنت نجار أويمة أو دهانات أو إشراجي أو نجار براشة أو مدهباتي، أرجو أنكم تقولوا لي في التعليقات إذا كان مسمى نجار البراشة ده منتشر في مصر ولا لأ، ولا لي اسم تاني. برضو إذا كنت نجار عادي بتشتغل في ورش نجار صغيرة، عايز تشتغل في مصنع كبير، سواء كنت محترف التعامل مع منشار الشريط أو الحلية أو الرابو أو حتى الملكانة أو المنقار، أنا بتكلم عن الناس المصممين اللي بيعملوا معاينات أو اللي بيعملوا تركيبات أو اللي بيشتغلوا على مكابس أو مراقبين جودة أو متخصصين ومندوبين مشتريات أو أمناء مخازن في مصانع كبيرة أو بيشتغلوا في مجال التسويق والمبيعات لمنتجات النجارة أو اللي بيشتغلوا في مكتب فني أو اللي بيحددوا الاحتياجات أو اللي بيديروا أقسام المسطحات أو إدارة وإشراف الإنتاج أو التخطيط أو المتابعة أو حتى إدارة المصانع. أو إذا كنت فني صيانة معدات أو أنظمة شفط غبار أو أي وظيفة متصلة بمجال النجارة أو تصنيع الأخشاب، سواء الوظائف اللي أنا قلتها أو اللي أنا ما قلتهاش، وأرجوكوا لو كنت ناسي وظيفة اكتبوها لي في التعليقات. أو اللي بيشتغلوا في مجال علاقات العملاء، أي مهنة من اللي أنا قلتهم دول أو لم أذكرها أو معدات بتشتغل عليها ودرجة إجادتك للشغل عليها مختلفة من جيد إلى جيد جدا إلى ممتاز، كل هذه الوظائف بقولك ابعت بياناتك، اسمك، تاريخ ميلادك، عنوانك، رقم تليفونك وتخصصك ودرجة مهارتك في التخصص بتاعك والمناطق أو الأماكن اللي تفضل تشتغل فيها وكمان الراتب الشهري المتوقع. هتبعتهم على ايه؟ انا هكتب دلوقتي تحت اكاونت او حساب على الفيسبوك اسمه نجارة.com، ابعت على الماسنجر بتاعه. او اذا كان عندك CV باي لغة كانت، اي لغة، عربي، انجليزي، فرنساوي، اي حاجة، ابعتها برضو على الماسنجر، او لو بتفضل تبعتها على الايميل ابعتها على الايميل اللي هيظهر قدامك برضو دلوقتي على الشاشة. كل البيانات المطلوبة انا هكتبها في صندوق وصف الفيديو، واعمل حسابك ان الخدمة دي مجانية تماما للباحثين عن عمل. انا بحاول افيد مجتمع النجارين من وجهة نظري ومن واقع خبرتي السابقة في التوظيف والمجال والموارد البشرية. اعمل حسابك انه ان شاء الله لما يتوفر وظائف، وانا هعمل على ايجاد وظائف، ان هيبقى في مقابلة شخصية هنكلمكم علشان نحدد ميعاد المقابلة الشخصية في المصنع او في الورشة الانتاجية الكبيرة اللي طالبين ناس. اعمل حسابك انه هيتختبر كفاءتك ومهارتك، يعني هيكون في بالبساطة مقابلة شخصية او انترفيو. اذا كان ليكوا اي سؤال أرجوكوا اكتبوها في التعليقات، وربنا يوفقنا ونقدر نخدم مجتمع النجارين. عايز أقول إن مبادرة التوظيف دي خاصة بجمهورية مصر العربية فقط كمرحلة أولى،
وهنحاول نشوف وسيلة نتواصل بيها مع مصانع الأخشاب أو الموبيليات في الدول العربية، ونقدر نفيد النجارين برضو في إيجاد وظيفة أو فرصة عمل في الدول العربية. أنا بشكركم جدا وربنا يوفقنا في المبادرة دي. كنت معاكم أحمد عرفت، قناة نجارة.com.